أهلا بكم من وطن مشاهدين، هذه نشرة الأخبار والبداية بعناوينها. بعد قرارات الهيئة القضائية، المفوضية تبدأ بعد وفرز 870 محطة في 5 محافظات، وتؤكد التغيير في النتائج الانتخابية. بابل تتربع على قائمة المحافظات الأكثر جذباً للاستثمار، وعمليات أمنية اقتصادية لحماية المنتج الوطني في عموم العراق. رغم محاولات فضها بالقوة، الاحتجاجات الجامعية تتمدد إلى خارج السليمانية، وتتهم الأحزاب بحرف التظاهرات عن السلمية. تحت عنوان برق السماء، العمليات المشتركة تطلق أكبر عملية استخبارية مسلحة تشمل كامل الأرض العراقية. أهلا بكم مشاهدينا، وهذه تفصيلات النشرة. إذ بدأت مفوضية الانتخابات بعملية عد وفرز يدوي ل 870 محطة تم قبول الطعن بها بحسب قرار للهيئة القضائية المختصة. وقال عضو الفريق الإعلامي للمفوضية عماد جميل إن عملية العد والفرز اليدوي الجديد ستسبب بتغيير أسماء الفائزين بالانتخابات في بعض الدوائر، موضحا أن الهيئة القضائية نقضت 21 حكم للمفوضية في الطعون، بينها 6 طعون شملها نقض موضوعي، وستغير أسماء الفائزين، فيما كان البقية وهي 15 طعنا فيها نقض إجرائي سيتسبب بإجراء عد وفرز ل 870 محطة انتخابية تتوزع على 5 محافظات هي ذي قار ونينوى والمثنى والنجف وبغداد. هذا وكانت مفوضية الانتخابات قد أصدرت بيانا أوضحت فيه آخر تفاصيل عملية النظر بالطعون من قبل الهيئة القضائية، وما ستقوم به المفوضية قبل الإعلان عن نتائج الانتخابات النهائية. وقال البيان إن مجلس المفوضين استعرض قرارات الهيئة القضائية بنتائج الطعون التي سبق النظر فيها وقد أرسلت إلى الهيئة القضائية، موضحا أن الهيئة ردت 21 من نتائج الطعون التي قدمتها المفوضية، بينها إلغاء محطات انتخابية طالتها 6 قضايا، فيما سيعاد عد وفرز 870 محطة انتخابية بموجب 15 قضية. وقالت المفوضية إنها ستنفذ كل ما جاء في قرارات الهيئة القضائية بانتظار الأحكام النهائية للهيئة، ليتم بعد ذلك إعلان النتائج النهائية والمصادقة عليها من قبل المحكمة الاتحادية.
وفي هذا الإطار بيّنت عضو تحالف الفتح مديحة الموسوي أن مفوضيات الانتخابات تعلم جيدا بما حدث من تلاعب خلال عمليات الاقتراع، واتهمت الموسوي المفوضية بمحاولة تأخير عمليات العد والفرز اليدوي الشامل على الرغم من وجود الأدلة التي تدين عملها. وفي الأثناء أكد عضو كتلة النهج الوطني مهند العتابي أن المفوضية لم تتخذ قرارا لمعالجة أخطائها وتصحيح الأمور، رغم أنها اعترفت مؤخرا بما حصل من أخطاء مثل تكرار التصويت في أكثر من محطة، مضيفا أنه كان الأولى بالمفوضية معالجة الأوضاع قبل وصولها إلى هذا المستوى. هذا ومن جهته أكد المتحدث باسم تحالف عزم محمد نوري عبد ربه أن التحالف مع الأطراف الأخرى غير موجود في الوقت الراهن. وقد أوضح عبد ربه أن اللقاءات والاجتماعات متواصلة مع الأطراف السياسية الأخرى، ولا يتعلق الأمر بتشكيل الحكومة وإنما بكيفية إنهاء الأزمة السياسية الراهنة، خصوصا فيما يتعلق بالإطار التنسيقي والتيار الصدري، مضيفا أنه لا يمكن الاتفاق أو التفاهم في الوقت الراهن مع طرف دون آخر إلا بعد حسم الأمور داخل البيت الشيعي ومن ثم المصادقة على نتائج الانتخابات والدعوة للجلسة الأولى للبرلمان الجديد. وقد أوضح عبد ربه أن هناك نقاشات ولقاءات من أجل عبور أزمة النتائج الانتخابية وإنهاء التصعيد والاحتجاجات لتهيئة الأجواء لمرحلة التحالفات وتشكيل الحكومة. وفي هذا الإطار أكد عضو تحالف الفتح أحمد الكناني أن الوضع الراهن لا يتحمل الكثير من الضغوطات السياسية ويحتاج إلى وحدة قرار لتشكيل الحكومة، متوقعا تدخل المرجعية الدينية في حال استمرت الخلافات السياسية. وقال الكناني إن حالة الانقسام وعدم التفاهم بين القوى السياسية على خلفية نتائج الانتخابات وفي حال استمرت فإن المرجعية ربما تفتح أبوابها لغرض لملمة الوضع والتوجيه، خصوصا وأن الإرباك السياسي أثر على حياة المواطن بكل نواحيها الاقتصادية والأمنية والاجتماعية. وقد حذر الكناني من أن استمرار عدم تعاطي المفوضية مع مطالب المتظاهرين المشككين بسلامة نتائج الانتخابات قد يشكل أزمة جديدة، مطالبا بالنظر في الطعون وفق ما يريد المتظاهرون وليس وفقا لما تريده المفوضية. وفي هذا الإطار رجح عضو تحالف الفتح مختار الموسوي أن تستغرق عملية تسمية المرشح لرئاسة الوزراء أكثر من 3 أشهر على أقل تقدير. وقال الموسوي أن طرح الأسماء من قبل التيار الصدري وقوى الإطار التنسيقي سيعقد المشهد خلال المرحلة المقبلة، مضيفا أن الأيام المقبلة ستكون من أصعب الفترات التي تمر بها العملية السياسية وتحتاج إلى حكمة في القرار واختيارات شخصية مناسبة. هذا وكشف الاتحاد الوطني الكردستاني عن قرب عقد اجتماع كردي موسع لحسم تسمية المرشح لرئاسة الجمهورية، مبينا أن المفاوضات مع التيار الصدري والإطار التنسيقي هي استطلاعية لمعرفة الوضع القائم. وقال القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني سعد بيرة أن مسألة تسمية المرشح لرئاسة الجمهورية غير مطروح لغاية الآن، ومن المنتظر عقد اجتماع موسع سيحدد مصير هذا المنصب ومن حصة أي حزب سيكون. وقد أشار إلى أن الأحزاب الكردية ستدخل بورقة موحدة في المفاوضات حول تشكيل الحكومة مع بقية الأطراف، واصفا المحادثات الجارية حاليا بالاستطلاعية، كما شدد على احترام الأحزاب الكردية للقرار النهائي الذي سيخرج به البيت الشيعي. هذا وأكد الحزب الديمقراطي أن منصب رئاسة الجمهورية غير مسجل باسم كتلة معينة أو حزب ما، وأن حسمه متوقف على إعلان نتائج الانتخابات. وقال القيادي في الديمقراطي محسن السعدون أن تسمية المرشح لرئاسة الجمهورية يتوقف على التوافقات التي تحدث بين الكتل السياسية بعد إعلان النتائج الانتخابية. وقد أضاف السعدون أن الديمقراطي الآن صاحب أكثر المقاعد وهو الأحق بهذا المنصب، مطالبا الكتل بدعم المرشح الذي سيقدمه الديمقراطي لمنصب رئاسة الجمهورية.
وفي الملف الاقتصادي، شدد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي على تقديم التسهيلات اللازمة لعمل الشركات السويدية داخل العراق. وقد ذكر بيان لمكتب الكاظمي أنه بحث مع وزير الخارجية السويدية آن ليندي والوفد المرافق للعلاقات بين البلدين والتعاون المشترك، إضافة إلى متابعة مقررات مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة وتنفيذها، إضافة إلى التعاون مع دول المجموعة الأوروبية في ملفات الأمن والاقتصاد والاستثمار. فيما أعربت ليندي عن تطلع بلدها للمزيد من التعاون الثنائي بين العراق والسويد في مختلف المجالات كافة. هذا وأعلنت هيئة استثمار بابل منح إجازات استثمارية لإنشاء 3 مشاريع صناعية متنوعة في المحافظة. وقال رئيس الهيئة محمد جاسم زقم في بيان أن الهيئة منحت إجازات استثمارية لإنشاء معمل استخلاص الزيوت والأعلاف النباتية ومعمل لصناعة حديد التسليح ومصنعا لمواد غذائية، مشيرا إلى أن هذه المصانع ستوفر نحو 4000 فرصة عمل بمختلف الاختصاصات، فضلا عن رفد السوق بالمنتجات الوطنية. هذا وتحتل بابل المركز الأول في صناعة المنتج الوطني وفقا لإحصائيات وزارة التخطيط، حيث منحت هيئة الاستثمار 59 إجازة استثمارية لإنشاء مشاريع صناعية منوعة. هذا كما أعلنت خلية الإعلام الأمني انطلاق عملية أمنية لحماية المنتج المحلي ولمتابعة محتكري المواد الغذائية، إذ أسفرت عن اعتقال 84 متهما من المتلاعبين بالأسعار مادة الطحين وبيض المادة الثانية في بغداد والمحافظات. وذكرت الخلية في بيان أنه استنادا لمعلومات استخباراتية لمتابعة محتكري المواد الغذائية والمتلاعبين بالأسعار، نفذت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية عملية أمنية ضمن بغداد والمحافظات، أسفرت عن ضبط 10 أطنان من اللحوم المجمدة، إضافة إلى مواد غذائية منتهية الصلاحية وأدوية متنوعة الاستيراد، إضافة إلى عجلتين محملتين بنحو 18 طنا من الطحين لغرض التهريب خارج محافظة بابل وبيعها في الأسواق التجارية. هذا وتتواصل منذ عدة أيام الاحتجاجات الطلابية والكوادر التدريسية في محافظة السليمانية. لقد تضمنت الاحتجاجات قطع معظم الشوارع وسط السليمانية. وبحسب المصادر فإن المتظاهرون قطعوا أكثر أو المتظاهرين قطعوا أكثر الطرق التي تربط السليمانية ببقية المناطق. هذا ويشترك في التظاهرات أساتذة الجامعات والطلبة والأطباء أمام بوابات جامعة السليمانية لليوم الثالث، مطالبين بصرف المنح الدراسية التي حجبتها وزارة التعليم العالي. وقد اتهم المتظاهرون جهات سياسية بدس أشخاص في التظاهرات لإخراج الاحتجاجات عن سلميتها والإساءة إلى سلوك المتظاهرين وخلق الفوضى في المدينة. هذا وشهدت التظاهرات خلال اليومين الماضيين أحداث عنف ومحاولات للأسايش، ولفظ المتظاهرين بالقوة ما تسببت بإصابات بين الطلبة والأساتذة الذين بدأوا إضرابا سيستمر حتى تقديم أعذار أو اعتذار رسمي إلى الجامعة. وكانت التظاهرات قد امتدت إلى مناطق كريميان ورانيا وكوبا مطالبين بصرف المنح المتأخرة. وفي ملف هجرة الشباب الكرد من المحافظات الشمالية، أكدت تقارير أجنبية أن الآلاف من العراقيين الكرد ما زالوا يتجمعون على الحدود بين بيلاروسيا وبولندا في صورة تكسر ما يشاع عن مناطق شمال العراق من ازدهار واستقرار أو تكسر من ازدهار واستقرار. وقالت التقارير الأجنبية أن شمال العراق قصة استقرار سياسي ضائع بسبب تسلط الحزبين الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني اللذين حولا الاقتصاد في الشمال العراقي باتجاه النفط وإهمال بقية الأنشطة الاقتصادية من تجارة وزراعة.
ما جعلها تتلاشى. وأشارت التقارير إلى أن المحافظات الشمالية توظف أعدادا أكبر مما توظفه بقية المحافظات. كما اتهمت التقارير السلطات المحلية شمال العراق بإخفاء البيانات الاقتصادية التي تؤكد ارتفاع معدلات البطالة وهجرة الشباب بأعداد كبيرة. هذا وفي ديالى تظاهر العشرات من المحاضرين اليوم الثلاثاء أمام مبنى تربية المحافظة. وقال مشاركون بتظاهرات إن العشرات من محاضري ديالى من كل الأقضية والنواحي جددوا تظاهراتهم السلمية أمام مبنى تربية المحافظة وسط بعقوبة لرفع المطالب الأساسية الثلاثة وأبرزها شمولهم بالقرار 315. ونفى المحتجون نيتهم إلغاء الاعتصام السلمي أمام مبنى تربية ديالى مؤكدين الاستمرار بالتظاهر والاعتصام السلمي لحين تحقيق المطالب المشروعة. وفي ذي قار أغلق العشرات من المحتجين صباح اليوم البوابة الرئيسة لشركة نفط ذي قار. وذكر شهود عيان أن العشرات من المحتجين من خريجي الكليات والمعاهد أغلقوا مبنى شركة نفط ذي قار ومنعوا دخول الموظفين إليها، وذلك في تصعيد بعد رفع خيام المعتصمين من أمام الشركة يوم أمس. وقد أكد الشهود أن المحتجين أرغموا موظفي الشركة على العودة إلى منازلهم بعد منعهم من الدوام بتاتا. هذا وتعتبر ذي قار من المحافظات التي تتمتع بأجواء أمنية هادئة بفضل الخطة الأمنية، فيما أكد مواطنون أن الأوضاع في ذي قار تشكل حافزا إيجابيا للنهوض بواقع المحافظة الخدمي والعمراني. تفاصيل أكثر في التقرير التالي. تعيش محافظة ذي قار استقرارا أمنيا في عموم مدنها، جاء ذلك ضمن الخطة الأمنية التي وضعتها قيادة عمليات سومر ومديرية الشرطة ذي قار، تضمنت إلقاء القبض على عدد من المطلوبين وانتشار القطعات الأمنية في أقضية المحافظة ونواحيها، الأمر الذي شكل ارتياحا نسبيا لدى أبناء المحافظة. قبل كانت أكو شوية ضوضاء وأكو مداخلات وجهات ما معروفة وأثرت على هذه المحافظة، والحمد لله الآن بفضل الله سبحانه وتعالى أولا وجهود الخيرين بهذا البلد أو هذه المحافظة تم الاستقرار والحياة الطبيعية في محافظة ذي قار. حاليا الوضع الأمني مستقر بجهود قواتنا الأمنية. الأجهزة الأمنية تؤكد ضرورة معالجة الخروقات الأمنية في ذي قار والسيطرة على مرتكبي الجرائم والمطلوبين، ويأتي ذلك في إطار تعاون المواطن ونشر الوعي الثقافي لدى الجميع. خططنا الأمنية لا زالت تنفذ على أمر الواقع في داخل مدينة الناصرية وأيضا في كافة قواطع الأقضية والنواحي في محافظة ذي قار. الوعي بالنسبة للمجتمعي كبير جدا مما ولد سهولة بإلقاء القبض على تجار المخدرات والمتعاطين، وأيضا مستمرين بهذه الخطة. ويرى مراقبون أن المحافظة تشهد بين فترة وأخرى عمليات أمنية يمكن أن تساهم في استقرار المحافظة. إلى ذلك تحدث في بعض الأحيان خروقات أمنية لناشطين وبعض الشخصيات السياسية، الأمر الذي يجبر الأجهزة الأمنية على تجديد خططها بشكل مستمر. رغم الجهود الأمنية الساعية إلى استتباب الأمن، هنالك انفجارات، هنالك عبوات ناسفة، هنالك الكثير من الأمور تحصل، لكن في المجمل وفي العام هو أفضل من بعض الأشهر السابقة. نتمنى أن يسير الوضع الأمني في طريقه إلى التهدئة وفي طريقه إلى الاستقرار أكثر.
وشهد ذي قار أحداثا أمنية خلال الفترة الماضية بسبب الأوضاع الأمنية والسياسية التي شهدها العراق، لكنها اليوم تنعم باستقرار أمني قد يشكل حافزا إيجابيا للعمل الحكومي والنهوض بواقع المحافظة الخدمي والعمراني الذي يعتبر من أهم القضايا التي يحتاجها المواطن. من الناصرية فؤاد فاضل، قناة وطن. تسببت الأمطار الغزيرة في قضاء خانقين في ديالى خلال الساعات الماضية بقطع طريق رئيس شرقي القضاء. قال سكان خانقين إن الأمطار الغزيرة التي هطلت خلال أقل من ساعة تسببت بقطع طريق يربط خانقين بالقرى الشرقية للقضاء وخلق زخم مروري حاد جدا، متخوفين من الأيام المقبلة في حال هطول مزيد من الأمطار، حيث يمكن أن تقطع السيول أغلب الطرق في شرق ديالى وتفصل المناطق عن بعضها. الواقع يعني نتمنى اللي يشوف هذا الفيديو يشيره حتى الناس اللي تعبر، يعني حارين شوفوا سيارات ايش قد بالمئة سيارة هنا واقف ما يقدرون يعبرون المكان. نتمنى انه توصل امدادات للعوائل. هذا وقالت خلية الإعلام الأمني إن قيادة العمليات المشتركة أطلقت المرحلة الأولى من عمليات برق السماء في جميع قواطع المسؤولية. وقد أضافت الخلية في بيان أن كتائب الاستطلاع لفرق وقيادات العمليات في الجيش العراقي ضمن قواطعها كافة وأفواج وسرايا المغاوير لفرق الشرطة الاتحادية والقوى التكتيكية التابعة لوكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية بدأت بتنفيذ عمليات مكثفة للاستطلاع المسلح وبإسناد جوي من طيران الجيش والقوة الجوية. وقد أشار البيان إلى أن هذه العمليات تأتي لتعقب العناصر الإرهابية ومنع كل العابثين بالأمن وتدمير أوكار الإرهابيين ومنع حالات التسلل وتطهير الأراضي ضمن قاطع المسؤولية. هذا كما كشف مصدر حكومي عن استنفار القوات الأمنية في حوض بزايز بهرز جنوبي ديالى. وقال المصدر إن القوات الأمنية في حالة استنفار بعد هجوم إرهابي مباغت لخلايا داعش الإرهابي في ساعة متأخرة من الليلة الماضية، إذ أسفر عن استشهاد وإصابة 3 جنود في خرق أمني هو الأول من نوعه منذ أسابيع. وقد أضاف المصدر إن قوات مشتركة بدأت بعمليات لتعقب خلايا داعش النائمة خاصة في المبازل والمناطق المفتوحة التي تمثلت ملاذا مهما لفلول التنظيم. هذا وكان جندي قد استشهد وأصيب 2 آخران في الهجوم. أكد النائب السابق مضر الكروي أن ديالى تواجه موجة مما سماه بالدواعش الجدد الذين يحاولون إثارة الأوضاع وزعزعة الاستقرار. وقال الكروي أن الجريمة المنظمة بكل عناوينها وخاصة التهريب والمخدرات والخطف تهدد الاستقرار في ديالى، مشيرا إلى عملية اغتيال ضباط القوى الأمنية مؤخرا وتمادي العصابات والشبكات الإجرامية هناك. وقد طالب الكروي بجهود أمنية في تعزيز عمليات مكافحة عصابات التهريب والمخدرات والجريمة المنظمة والتطبيق الشامل لكل مذكرات القبض وإسناد قيادة الشرطة بالقدرات التي تجعلها أكثر قوة في مواجهة كل التحديات، محذرا من أي تدخل سياسي في عمل المؤسسة الأمنية.
أغلقت مديرية الأمن والانضباط في هيئة الحج الشعبي مقرا وهميا ينتحل صفة هيئة الحج الشعبي في ساحة عدن بمنطقة الكاظمية في بغداد. وقالت المديرية في بيان إنها اعتقلت 7 أشخاص كانوا في المقر، وصادرت مجموعة من الأسلحة كانت داخل المقر. وقد جددت المديرية التأكيد بأنها ستبقى تلاحق كل من تسول له نفسه انتحال صفة هيئة الحج الشعبي أو الإساءة لهذا الاسم أو استغلاله لمآربه ومصالحه الشخصية. هذا كما أعلنت هيئة الحج الشعبي قيام قوة أمنية مشتركة بتنفيذ عملية أمنية جنوب سامراء. وقال إعلام الحج في بيان له إن قوة مشتركة من اللواء 41 في الحج الشعبي والقوات الأمنية نفذت عملية أمنية في منطقة الصرات التابعة لناحية يثرب جنوب سامراء، مضيفا أن هذه العمليات تأتي لتكثيف الزخم العمليات والأمن لضمان أمن المنطقة وسلامة المواطنين ومنع أي تسلل لفلول داعش الإرهابي أو وقوع أي خروقات تهدد أمن واستقرار المنطقة. هذا وإلى الأنبار، إذ أعلنت خلية الإعلام الأمني ضبط كميات كبيرة من العبوات الناسفة والأعتدة في المحافظة. وذكرت خلية الإعلام الأمني في بيان لها أنه بناء على معلومات استخبارية دقيقة أكدت وجود كمية كبيرة من العبوات والأعتدة والمتفجرات في أحد الأماكن بصحراء الحامضية. قامت قوة استخبارية برية بضبط 150 عبوة ناسفة مصنوعة من مادة السيفور، إضافة إلى 6 صواريخ ثقيلة محلية الصنع وعددا من قنابل الهاون الثقيلة وصواريخ مضادة للدروع وذخائر ومتفجرات مختلفة. وقد أشار البيان إلى أن وحدات الجهد الهندسي قامت برفع المواد وتفجيرها بموقعها. وإلى الملف الصحي، أكدت وزارة الصحة البدء رسميا بتطبيق شرط حيازة بطاقة التلقيح الدولية في المطارات للراغبين بالسفر. أكد ذلك المتحدث باسم الوزارة سيف البدر مشيرا إلى أن العديد من الدول ترفض دخول القادمين من بلدان أخرى دون إبراز بطاقة اللقاح الدولية. وقد أوضح البدر أن بطاقة اللقاح لوحدها لا تلغي شروط عمل مسحة كورونا. يواصل مهرجان بغداد الدولي للمسرح بدورته الثانية العروض المسرحية من مختلف الدول المشاركة، حيث لاقت تفاعلا كبيرا من قبل الجمهور. شيبان سامي والمزيد. ولتواصل العروض المسرحية على مسارح بغداد من الدول العربية، حيث ظهرت مسرحية سوبر ماركت السورية للجمهور بأدوار مميزة جسدت عدة مشاكل يمر بها الوطن العربي. أنا دوري مارغو، هي شخصية بتتورط بسبب جارتها، بتتورط بالسرقة وهي بعيدة كل البعد عن، يعني هي حدا جبان، فلما تورطت خلص كملت بالقصة للآخر لتكتشف إنه هذا الشيء كان لازم يصير من زمان. فهذا مارغو. وكان للوفد التونسي حضور مميز على خشبة المسرح الوطني من خلال مسرحية ذئاب منفردة، ظهرت للجمهور بصورة كوميدية ساخرة لشخصية تعمل أكثر من دور مختلف. كان دوري في ذئاب منفردة هو دور الفتاة الوحيدة، الفتاة المنفردة، مع دور منفرد تميزت به منذ بداية سيرورة العرض. كانت البداية مع طفلة صغيرة تريد الهروب من هذا المكان الذي هو مثل السجن، مكان القرية المعدومة في الجحيم، يعني وكأنها قرية في عالم آخر في مكان آخر. ثم الأم اللي هي عرافة بالعربية المشعوذة، هي التي تعرف الخبايا وتعرف الأسرار. ثم انتقلنا في شخصية أخرى إلى الطبيبة التي يمكن الدور كان، يعني هي طبيبة بس معناتها درست، بس هي مو كفء لها الوظيفة. حضور كبير من قبل الجمهور الذي تفاعل مع العروض المقدمة، وهي عروض هادفة تجسد معاناة الوطن العربي.
يوم استمتعت بهذا المهرجان، مهرجان المسرح بغداد الدولي الثاني. بالنسبة شفت التونس مسرحية ذئاب منفردة وكانت كلش حلوة ورائعة، وبارك الله فيهم وأنا استمتعت بهاي المشاهدة. طبعا اليوم أمتعنا الكبير أيمن زيدان بعرض مسرحي جميل جدا وعرض هادف ذاكر بمعاناة الشعب السوري بشكل عام، وأيضا هذه معاناة إلى بقية الأقطار الوطن العربي واللي منها العراق، وهي المعاناة ارتفاع الأسعار الغلاء يعني وغيرها من الأمور. شيبان سامي، قناة وطن، بغداد. مشاهدينا، هذا ختام للنشرة والتذكير بأهم العناوين. بعد قرارات الهيئة القضائية، المفوضية تبدأ بعد وفرز 870 محطة في 5 محافظات وتؤكد التغيير في النتائج الانتخابية. بابل تتربع على قائمة المحافظات الأكثر جذبا للاستثمار، وعمليات أمنية اقتصادية لحماية المنتج الوطني في عموم العراق. رغم محاولات فضها بالقوة، الاحتجاجات الجامعية تتمدد إلى خارج السليمانية وتتهم الأحزاب بحرف تظاهرات عن السلمية. تحت عنوان برق السماء، العمليات المشتركة تطلق أكبر عمليات استخبارية مسلحة تشمل كامل الأراضي العراقية. شكرا للمتابعة وإلى لقاء آخر.